برشا ناس يقولوا نحكيوا على الجناس والبيتين كبير على الجناس وجناس منتجه مقدمه اليوم للبيت. من لغه على الكونتاكتين قالوا لي ماهيش كونفيرونس. جيت نو كونفيرونس. وانا عندي تقريبا 10 سنين نعمل في دي كونفيرونس في تونس وغادا. دونك في نو كونفيرونس بالنسبه لي انا قد تفهم شنو معناها هي نو كونفيرونس. دونك سيرتان مو إذن الحاجات اللي تعطيها في الكونفيرونس تكون ديفيرونت من الكونفيرونس. أول حاجة كنت لبسة، ما عادش نمشي لبسة، كنت نمشي كاجوال عادي. بعد كنت كل كونفيرونس نورمال حاضر في البريزونتاسيون. فالدور هذايا نورمال كونفيرونس نورمال ما حاضرش في البريزونتاسيون نمشي هكاك. بعد كنت بريكشي طاش البوبليك هو اللي مشيت أنا وأنا نقعد لازمة. كنت صعيبة شوية هذيا. فهمت الكونسيبت عجبني الكونسيبت بلاش خاصة نحكيو على لو ديفي ولي كلي اللي عند الجوناس وكيفاش نجمو نستعملو ديالو باش نفيدو للبيت. مدام مدوفيلاند ولا مدوفيلاند تكلم قبلي حكيت على زوز بيبان باب نجمو نمشيو اللي فيه جمعيات وباب نجمو نمشيو اللي فيه الأحزاب. أنا عندي باب ثالث ونتصور الجوناس عنده مفتاح لهذا الباب الثالث هذا هو الخدمة. هو الابداع هي الانوفاسيون هي الافكار. بالنسبه لي انا الجونيس ولا البريود اللي تعلمنا بها المسائل في تاع الجونيس هي اكثر بريود نجم نقوم فيها عطاء. كي نشوفوا في السبور في السبور دي فلوني هو نقوم في ترونش باش دي جون ما تلقاش في لونفونس ولا في ولا لي زوفي ما تلقاش عندك برفورمانس كبيره برشا. في في التكنولوجي اللي فيه كي نشوفوا في امريكا في فرنسا اللي الوسط اللي عملوا لي بروجي كبار عملوا دي سوكسي سي ديجا في 20 ans 25 ans. في الدومين اللي نخدم فيه انا في السيكوريتي عندنا اون بوبولاسيون حاجه تسمى لي هاكر هما لي بيراتيك لي هاكر هذوما يوصلوا في الطاقة نتاعهم في الجوناس 20 سنة اونتر مليون اونتر 16 و 25 ans يوصلوا في الطاقة نتاعهم وعندهم انرجي كبيرة برشا. اليوم كيف كيف انا اليوم في المونيتوريال هذاك نشوف انرجي كبيرة برشا. السؤال نسأل واحد روحي كيفاش الجوناس سيتو لا في لاتيلي 20% ممكن ماشي ما بين سبور وموسيقى ولا حاجه اخرى الوغ كيفما 50% من الانرجي اللي كاسبيي مالاش قاعد نستغل منها. علاش نشوف برا فما دي جون دي جون كيما مارك زوكربيرغ وصل لعمل امبير كامل على خاطر الى كابيتاليزي على الانرجي اللي عندي. اليوم احنا مطالبين ان نحاولوا نلقاو حل كيفاش باش نوفروا الانرجي هذه الانرجي تاع جونيس باش نجمو نفيدو بها بلادنا. اليوم بلادنا تستحق الناس الكل وخاصة الجناس. مالوريزمون نشوف الجناس ماهيش قاعدة واحدة بلاصتها. الجناس ممكن ثم مش نقول كونفلي دي جينيراسيون مي ثم ان كاب ما بين لا جناس ولا سوسيتي ودرور اللي نجم نعمل في السوسيتي هذيك. قعدت عندي مدة نخمم في الموضوع هذا عندي برشا سنين نخمم في الموضوع هذا. علاش احنا دي جون ولا قبل ولا تورتشين ولا حاجة علاش ما نجمناش ناخذوا اون بوزيسيون لا اون بو سابوزي ونعطيو اون فالور جديدة للبلاد هذي. نرجع انا ليكسبيريونس نتاعي عشت ان طوك دو جون عشت بوكو دو ديفي وجافي دي زوبجيكتيف وحبيت نوصل للزوبجيكتيف نتاعي ولقيت برشا عراقيل. كي حبيت نفهم العراقيل هذي فهمت المشكلة ممكن تاع جوناس تاع تونس وعلاش ما نجمناش نوصلو اون سابوز ونكونو احنا في لي بوزيسيون دو ديسيزيون اتريو نيفو. انا بديت الخدمة دونك في الدومين تاع سيكوريتي كيما قلت لكم عندي تقريبا 12 سنة في الدومين. بديت نستعمل انجينيور دخلت خدمت دونك في لاجونس ناسيونال سيكوريتي انفورماتيك ملي بدات تخدم وكنت جارم صغير. لو بريمي ديفي اللي بديته في حياتي هي اللي نخدم في ادارة اللي يكون لها مجال كبار فرق تاع عمر تقصها 30 سنة. الدومين اللي خدمت فيه دومين جديد دونك صعيب تلقى معناها رجال كبار يفهموا في الدومين هذاك دونك سيتي ان دومين جديد برشا و سي كو دي جون اللي يخدموا فيه. ساعات نمشي في دي ريونيون دي نيو نيفو باش نحكيو على دي بروجي تاع بين دولة ندخل انا كجمع المطافح نعطاهم كلهم قاعدين يخزروا لي هكا شنو نخدم اليوم معناها شي
معناها المهم أصلاً فكرة جنون يقعد في رنام تاعهم قبل ديزادوك كبار معناها في العمر، ثم الناس رافضينها، ثم مشكلة تاع رافضين، لا أنت صغير تمشي تقع على روحك تمشي تعمل حاجة أخرى، مي ماكش مؤهل باش تاخذ دي ديسيزيون دو تري نيفو. دونك لو كيت كونفلي هذاك عندك مشكلة كبيرة. شنو هو الحل بالنسبة لي؟ الحل فرصة نبوزي. بلاش وقت مونش في سنتيما بوزي بالأفكار بالخدمة. بالفالور جوتي اللي نجم نقدمها وحطيت هذاك اوبجيكتيف اوبجيكتيف اللي هو ماك موزيك ميم سي جيتي جون واصغر من اللي معايا ب 20 30 سنه جيتو ماك موزيك وبالخدمه حاولت وجي انفستي ولات عملت اللي كان تقبل معناها رافضه انها تقعد مع لي جون في سلام تاعك وديسكوتي في السوجي ولات قابلت وصرت فرضت معناها لي ديسيجيون ودي شوا بالخدمه وبالفالور جوتي تكنولوجيك ديزون. وبعد كيف كملت الكارير تاعي قدمت في سيكوريتي خدمت كان عندي ديما كل شويه نقص في الثقه معناها ديما واحد يسال روحه برشا اسئله ساعات يوسف يشك في روحه ما يشكش اللي عنده قدرات كبيره ودرت كنتي فما حبيت اللي هو سبتينا اون اوبار ديري في ان سارتان نيفو باش يجي انت تنافسهم في دومين اللي هو يخدموا فيه عندهم سنين وسنين. وكيف كيف بالنسبه لي انا كان عندي اوبجيكتيف لازمني نوصل الاوبجيكتيف اللي حطيته عندي اون كارير شو كي جو دو ديفلوبي ومشيت في الاوبجيكتيف هذاك. صحيح حاولنا نخدم حاولنا نطور حاولنا نخدم برشا بروجيات لكن ديما كانت فما عارفين على خاطر لا جوناس في تونس ديما قعدت اليكا ديما قعدت عندك ديتاش معينين اللي تنجم تخدمهم مي ما تنجمش تقدم لقدام. وبيان سور مشات ليمات هذيك قعدنا سنين واحنا نخدموا نحاولوا ونا ديفلوبي حتى لين نوصل ديفلوبمون بدلوا حياتي بدلوا حياتي اللي يخدموا معنا. نهار اللي خرجنا لبرا مشينا للانترناسيونال نتذكر انا مره شاركت في كونفرنس في كندا في فانكوفر سيتي كونفرنس اكبر كونفرنس في العالم في الدومين تاع السيكوريتي. الوقت اللي مشيت كنت خايف اون كونفرنس فيها اقوى عباد في السيكوريتي في العالم وكيفاش انا باش نجم نقدم وانا جاي من تونس وبلاد ما يعرفوهاش برشا في الليبيا في الاوكسيدونتو. مشيت ناقص ثقه في روحي مالوزمون اللي معايا في المدير تاعنا حاب يزيد في الشمل فهمت عرفت كل واحد ماشي وباش يجاهد وباش يوصل للاوبجيكتيف اللي بقى باش يوصل للانترناسيونال. مع اول اخر جمله قالها لي قال لي مش عارف كيفاش نطلق في الكونفرنس هذه. انا بتشوف معناها وفات نقص خاصة المدرسة اللي انا عشته معناها عندك انرجي عندك برشا حاجات تنجم تعملها مي ثم ديما شكوني نعطيك تاكل ما نخليكش تقدم. كي مشيت الكونفرنس الحق كانت صعيبة برشا اكسبيرونس صعيبة على الاخر نون سيلمون سوجي صعيب لوديونس من اقوى لي زيكسبير في العالم باش يحضروا باش يقيموا باش المكان باش تفشل تولي مشكله كبيره. وثالث حاجه كانت بالانجلي بالفورماسيون بالانجلي اول مره باش نعمل كونفرنس بالانجلي. كان عندي شكون يعاون فيا قال لي ما يهمكش امشي راه السوجي تاعك باهي وبنفس الوقت في تونس ما كان يحضر لك حتى حد في وزنانه في سنه ما يدور لك حتى حد. انا كنت نعمل في البرزنتاسيون كان ثم ميسات تقريبا 100 واحد في قلب ثم حكيت 10 قبل ما نبدا الكونفرنس الناس واقفه بالتالي تتفرج تلمون كريسي عباد وزاد تلبس ستريس انا من غير ما يراك عملت البرزنتاسيون بعد سيتي اون فانتان دو مينوت سيتي ان اكسبلور. انا اصلا مش مصدق قلت ممكن ما يفهمونيش لان هذا التعديل تحكي تحكي اخرى فيهم حكايه اخرى سيتي ان اكسبلور. بعد البرزنتاسيون جاوني هذوما لي سوميتي اللي انا كنت قبل نشوفهم في لي رابور نشوفهم في الاتصالات جاوني سلموا عليا قالوا يعطيكم الصحه انتم بلاد قويه برشا انا ما نعرفوش ما نعرفو عليكم حتى شيء مي راكم قويين برشا. نرجع عن الاكسبيريونس نتاعي عشت ان طونك جون عشت بوكو دو ديفي وجافي دي زوبجيكتيف وحبيت نوصل للزوبجيكتيف نتاعي وقيت برشا عراقيل. كي حبيت نفهم العقل هذه فهمت المشكله ممكن تاع جوناس تاع تونس وعلاش ما نجمناش نوصلوا اون سامبوز ونكونوا احنا في لي بوزيسيون دو ديسيزيون ا تري نيفو.
أنا بديت الخدمة دونك في الدومين تاع السيكوريتي كيما قلت لكم عندي تقريبا 12 سنة في الدومين بديت نستعمل انجينيور دخلت خدمت دونك في الأجونس ناسيونال سيكوريتي انفورماتيك ملي بديت تخدم وكنت جارم صغير لو بريمي ديفي اللي لقيته في حياتي هي اللي نخدم في إدارة اللي يكون لها مجال كبار فرق تاع عمر تقصها 30 سنة الدومين اللي خدمت فيه دومين جديد دونك صعيب شرط معناها رجال كبار يفهموا في الدومين هذاك دونك سيتي ان دومين جديد برشا و سي كو دي جون اللي يخدموا فيه ساعات نمشي في دي ريونيون دي نيو نيفو باش نحكيو على دي بروجي تاع بين دولة ندخل انا كجمع المدافع نعطاهم كل قاعدين يخزنوا لي هكا شنو نخدم اللي معناها شيء معناها المهم اصلا فكرة جون يقعد سيغ ميم تابل افيك دي زادول كبار معناها في العمر ثم الناس رافضينها فما مشكلة تاع الثقافة رافضين لا انت صغير تمشي تقع على روحك تمشي تعمل حاجة أخرى مي ماكش مؤهل باش تاخذ دي ديسيزيون دو تريو نيفو دونك لقيت كونفلي هذاك عندي مشكلة كبيرة شنو هو الحل بالنسبة لي هذا الحل فرصة نبوزي بلاش كومونش في صف نبوزي بالأفكار بالخدمة بالفالور جوتي اللي نجم نقدمها وحطيت هذاك الأوبجيكتيف الأوبجيكتيف اللي هو نبوزي ميم سي جيتي جون وأصغر من اللي معايا 20 30 سنة جيتو نبوزي وبالخدمة حاولت وجي انفستي ولات عملت اللي كانت تقبل معناها رافضة انها تقعد مع دي جون في سلام التارك وديسكوتي في السوجي ولات قابلت وصرت فرافضت معناها دي ديسيزيون ودي شوا بالخدمة وبالفالور جوتي دونك تكنولوجيك ديزون وبعد كيفية كملت الكارير بتاعي قدمت في السيكوريتي خدمت كان عندي ديما كل شوية نقص في الثقة معناها ديما واحد يسألوه برشا أسئلة ساعات يوسف يشك في روحه ما يشكش اللي عنده قدرات كبيرة ودروت كنتي فما حالات اللي هما سابقين في مباراة تري فيها سيتان نيفو باش يجي أنت تنافسهم في دومين اللي هما يخدموا فيه عندهم سنين وسنين وكيف دي بالنسبة لي أنا كان عندي الأوبجيكتيف لازمني نوصل للأوبجيكتيف اللي حطيته عندي أون كارير كي جو دو ديفلوبي ومشيت في الأوبجيكتيف هذاك صحيح حاولنا نخدم حاولنا نطور حاولنا نخدم برشا بروجيات لكن ديما كانت فما عارفين على خاطر لا جوناس في تونس ديما قعدت اليكا ديما قعدت عندك دي تاش معينين اللي تنجم تخدمهم مي ما تنجمش تقدم القدام وبيان سور دونك مشات ليامات هذيك دونك قعدنا سنين واحنا نخدم ونحاول ونا ديفلوبي حتى لي نوصل للفيلمون بدون حياتي بدو حياتي اللي يخدم معنا نهار اللي خرجنا لبرا مشينا للانترناسيونال نتذكر انا مره شاركت في كونفرنس في كندا في فانكوفر سيتي كونفرنس اكبر كونفرنس في العالم في الدومين تاع السيكوريتي الوقت اللي مشيت كنت خايف اون كونفرنس وفيها اقوى عباد في السيكوريتي في العالم وكيفاش انا باش نقدم وانا جاي من تونس وبلاد ما يعرفوهاش برشا في الليبيا بسبب الاوكسيدونتو مشيت ناقص ثقه في روحي مالوزمون اللي معايا في المدير بتاعنا حاب يزيد في الشمل فهمت عرفت كل واحد ماشي وباش يجاهد وباش يوصل للاوبجيكتيف اللي بلا باش يوصل للانترناسيونال مع اول اخر جمله قالها لي قال لي مش عارف كيفاش نطلب في الكونفيرونس هذه انا بشوف معنا نزيد وفات كل خاصة خاصة في هذه البلد السكري اللي انا عشته معنا عندك بيوني نرجي عندك برشا حاجات تنجم تعملها مي ثم ديما شكوني هابطك تاكل ما يخليكش تقدم كي مشيت الكونفيرونس لحقت كانت صعيبة برشا اكسبيرونس صعيبة على الاخر نون سيلمون سوجي صعيب لوديونس من اقوى لي زيكسبير في العالم باش يحضروك باش يقيموك وفي المكان باش تفشل تولي مشكله كبيره وثالث حاجه كانت بلونجلي 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 اول مره باش نعمل كونفرنس بلونجلي كان عندي شكون يعاون فيا قال لي ما يهمكش امشي راه السوجي تاعك باهي وبلا ما زدت لي تونس ما كان يحضر لك حتى حد في مكان في سنة ما يدور ليك حتى حد انا بديت نعمل في برزنتاسيون كان فما ميسادس تقريبا 100 واحد في قلب فما حكيت 10 قبل ما نبدا الكونفرنس الناس واقفه وبالتالي تتفرج تلمون كريس مع بيت وزاد كليب ستريس انا عندي كليب من راك عملت البرزنتاسيون بعد سيتي اون فانتان دو مينوت سيتي ان اكسبلور
ومن بعد بدات من اكسبيريونس انترناسيونال ليزا ذلك جاو تونس قالوا لنا انتم تونس بزاف موديل نحبوا نفهموكم كيفاش عملت انتم تونس مازالت في رانا احنا قاعدين نخدموا مع هذا توي ونحبوا نطوروه وقررنا تشوفوا تونس كانوا موديل ليكزومبل باش ندوروا البلدان الاخرين وبدات الرياكسيون سويت البرزنتاسيون هذيك انا لحقت تضمت روحت من بعد تونس لحقت نخمم علاش في بلادي معناها نطيت التعطيل هذا نطيت عمال تحاول تعطل تحاول توقفك عندك تكون عندك جمالح البيت فينا جمالح يخرجك برا تشوف حاجه اخرى وقتها قررت باش نحاول ندير جو ديفلوب اكثر هذه مش اكثر من الانترناسيونال وقتها بديت كارير تاع كونسيتون سيرتو في البي افريكان واسياتيك وليت نشارك في برشا كونفيرونس عدت في بوكو كونفيرونس نمشي في افريك جو في دي فورماسيون دي جو في دي بروجي في الدومين تاع السيكوريتي وبديت نعرف اكثر وبديت نخدم اكثر وبديت لقيت الحريه هذيك كي نرجع لتونس ديما نلقى نفس المشكل جيت ديجا جاني بوكو دينرجي عندي دي زوبجيكتيف معناها تري امبيسيو مي حتى حد في تونس ما يعطيك البروتوكول ولا يخليك تعدل اوروزمون جات الثوره كيف جات الثورة؟ جات برشا أحلام. بالنسبة لنا احنا في الوقت هذاك اكتشفنا اللي فرصتنا احنا كتونسة كجهد نجم تعدينا البارير هذيك اللي كانت موقفتنا. مالوزمون بعد بشهر فهمنا لعبة اللي هي مش ثورة تاع الشباب اللي هي ثورة تاع ديناصورات. أنا الإدارة اللي كنت نخدم فيها أول حاجة عملوها جابوا لنا ديناصور. قررنا عليه هو باش يجي لأنه كان عندنا بحق أن كونفلي دي جينيراسيون وقت علاش خاطر كان عندنا أفكار عندنا أحلام حاجات اللي حلو بها نحبوا نوصلوها جابوا لنا عباد اللي أفكارها متحجرة أفكارها ما تقبلش الجديد الجناس هي اللي تعطي الجديد هي اللي تعطي الأفكار الجديدة ألوغ كو فما أون كاتيغوري تاع عباد رافضة شونجمون هذاك وخر بينا بالتوالي وهذا اللي صار نتصور في تونس اللي يقول الجناس ما تجمش تاخذ الماء وتاخذ الريف على اللي خدموا قبل ويعطيهم الصحة اللي مثلا يستحقونه مي قعدنا بلوكي والجناس هي بالنسبة لي هي لا سور دونك كي كابابل ديكسيلي دو ديفلوبي كلي وتجيب الأفكار الجديدة كما تشوفوا ليكزومبل اللي تشوفوا في أمريكا وفي أوروبا علاش أن جون دو 20 أن يولي أن ملياردير علاش خاطر عنده افكار ونختارش من جهه الافكار هذيك ونلقى لونفيرمون اللي يخليه يوصل بالافكار هذيك. دوكا احنا اليوم في تونس غادي عندنا هدفين كبير. كيفاش الانرجي هذي فما انرجي كبيره ضايعه كيفاش نجموا نستعملوها باش نقدموا بالبلاد. ساعه وعندنا افكار عندنا قوه اللي نجموا في البلاد مي شنو المويان اللي نجم يخلينا نوصلوا واحنا اون لو دونك لي بوزيسيون دو ديسيزيون تو ما حكيتش بال لي بوزيسيون دو تو ريفو مي اعطيني لا بوسيبيليتي باش نوصل الافكار باش نجم نعاون باش نبني البلاد هذيك هنا انا نتصور ان انفيرومون كيما اللي عندنا اليوم كيما بين اليوم دونك سي ان انفيرومون عجبتني الفكره تاعو عجبني الكونسيبت حكيت بصدور لا بارول لو جون اجا نحكي مع بعض اجا نشوفوا احنا لي جون شنو نجمو نعملو لا تخرجوا من ليدي تاع جون انت مطالب تقرا وتنجح ويزي بعد ما تكمل تقرا عندك دبلوم لازم تخدم بالدبلوم هذاك وكان ما خدمش بالدبلوم هذاك لازم تقعد تستنى لكن كاين اكسبسيون بيان سور العباد اللي تعداو البريال هذيك كيما هذا نتعداو هذا نتقاو واحنا ديما عندنا دي ليميت معناها ليفوليسيون تاع الانترومان في تونس واضحه راه ما تنساش راسك تولد بشطر كان من بعد تمشي للفاكولتي تاخذ ديبلوم تخدم بالديبلوم تخدم عامين ثلاثة تشري كهرباء تعرس تكري ابارتمون تشري ابارتمون تشري فيلا كاسر لك هات الاخرى تشري فيلا اخرى تاعك هذا اللي يدري الميديا هذا اللي يقول كاسر هذا لازم يتبدل هذا هي سي اون فيت ليفوليسيون ناتوريل تاع التونسي معناها ما يقولوش نجم نعمل هذا لازم يتكسر علاش مش ابارتمون تكون عندي اونتربريز علاش مش افاطون لي زيدي اللي عندي نوصلهم
بيان سور مش كاين رابور كاليتي لا لازم ليزيدي مخدومين ليزيدي واحد واثق من ليزيدي نتاعهم باش يوصلوا فيهم دونك هذا المونتابيلي ثم ان اكزيستون يفو موديفي وانا نتصور ان الجونيس لازمها تاخذ هي الرولير ما تاخذ الرولير كما عملت تخدم مع بعضها تتجمع مع بعضها ممكن الجمعيات في الكونتكست هذايا سي اون سوليسيون باهيه من لازم الجمعيات انه سليمت با للكثير من الاعمال اللي تحكي معاهم تحاول توصل لهم صوتهم تحاول توصل الافكار وتحاول تعملهم باش يبنيو مستقبلهم باش يبنيو مستقبل تونس